نور، أولى محطاتنا لليوم رح تكون مع عيد العمال يلي بيصادف بمثل هاليوم الأول من أيار. بهاليوم رح نتحدث عن طبقة رح تشمل فئات مختلفة من عمال سوريا يلي هن جنود بكل مكان. أكيد سمر، من وجه تحية لكل العمال السوريين وين ما كانوا موجودين بكل القطاعات، إن كان القطاع العام والخاص. إحنا بنعرف خلال فترة الأزمة كثير من العمال قدموا أرواحهم فدى الوطن لجميع عمال الكهرباء اللي كانوا متواجدين بكل الأوقات وبكل الظروف، لكل عمال النظافة، لكل العمال في جميع القطاعات. لنحكي عن أهمية هيدا اليوم، وجه تحية كتير كبيرة لعمالنا. معنا الأستاذ جمال الحجلي، عضو مكتب تنفيذي بالاتحاد العام لنقابات العمال. أول شيء بدي لك كل عام وأنت بخير ويسعد صباحك. وأهلا وسهلا فيكم، وأنتم بألف خير ومشكورين على هذه الاستضافة. وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بالبدايه خلينا نحكي عن رمزيه احتفاليه اليوم عيد العمال برايك. بالطبع يعني الاول من ايار عيد العمال العالمي لم ياتي من فراغ. تمام. جاء من خلال جهود حثيثه للطبقه العامله على مستوى العالم، وكان تكلل هذا اليوم من خلال الاضرابات التي تمت في المدن الامريكيه في القرن الثامن، في نهاية القرن الثامن عشر، وخصيصا في الأول من أيار عام 1886 لما نزل العمال على الشوارع في مدينة شيكاغو وسقط عدد الكبير من الشهداء في ذلك اليوم. فكان العيد الأول من أيار تخليدا لأرواح هؤلاء العمال الذين سقطوا بهذه المناسبة، الذين كانوا يطالبون بشكل أساسي بتخفيض ساعات العمل اليومي وتحديدها بثمان ساعات، إضافة إلى ذلك تحديد أوقات وخروج الدوام، موضوع الاضطهاد الذي كان يمارس على الطبقة العاملة في تلك الفترة. فمن هنا جاء الأول من أيار، وأصبح الأول من أيار تخليدا عالميا يحتفل به من قبل كل عمال سوريا على مستوى العالم. خلينا نحكي عن اتحاد العمال، شو الفعاليات يمكن اللي بيحتفل فيها خلال هيدا النهار وكثير من النشاطات، ويمكن اليوم في عندكم فعاليات ونشاطات من نوع مختلف فينا نقول. بالطبع يعني الطبقة العاملة السورية منذ نشأتها التي بدأت بالعام 1925 كان هناك أول نقابة سورية، وبدأ النشاط النقابي على مستوى سوريا إلى أن تكلل ذلك بعام 1938 بتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال على مستوى سوريا. وهذا الاتحاد كان له دور أساسي وهام في التواصل مع الأخوة العمال وتنظيم هذا الجانب من خلال منظمة نقابية ترعى شؤونا تطالب بما طالبون. وكان هاجسنا منذ نشأة هذه المنظمة الجانب الوطني أولا، ففي تلك الفترة كان الاحتلال الفرنسي، وكان المنظمة النقابية للطبقة العاملة دور أساسي في النضال الوطني للقضاء على هذا المستعمر، إلى أن وصلنا إلى تحرير سوريا والخلاص من المستعمر. وبعد ذلك بدأت نشاطات المنظمة النقابية على ساحة هذا الوطن، وتكللت من خلال ثورة الثامن من آذار، ثورة العمال والفلاحين، وجاء حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي، وكان يعني الركن الأساسي وأحد أعمدته اللي هو العمال والطبقة العاملة. فكانت ثورة العمال والفلاحين وصغار الكسبي، وتبعنا العمل سوية بهذا الاتجاه إلى أن جاء التصحيح الذي قاده القائد المؤسس، وبدأت القوى العاملة السورية تعمل بالجانب الوطني أكثر ما هو بالجانب، أخذنا على عاتقنا بتلك الفترة الجانب الوطني أكثر من الجانب اللي هو المطلبي، لأنه كان هناك تعاون وتنسيق، وكثير من المطالب العمالية بتلك الفترة كانت محط اهتمام. والسيد الرئيس في تلك الفترة القائد المؤسس قال كل ما يصدر من مؤتمرات الطبقة العاملة فهو قرار. تمام. فهنا كان للطبقة العاملة دور أساسي وهام، وبدأنا نعمل به يوما بيوم إلى أن وصلنا إلى المرحلة التي نعيش.
طبعا تجذر هذا الأمر من خلال مسيرة التطوير والتحديث التي قادها السيد الرئيس، وكان لنا دور أساسي وفاعل في بناء اقتصاد وطني متين في سوريا. هذا الاقتصاد يشهد له العالم، ومن خلال دور وفاعلية هذا الاقتصاد بدأ العالم يستغرب بأن سوريا أصبحت ذات شأن على كل الأصعدة، وبدأت المؤامرة تحاك إلى أن بدأت في عام 2011، ومع كل الأسف ما جرى على ساحة هذا الوطن من حرب كونية، ولكن الطبقة العاملة كان لها دور أساسي في هذه الظروف. بالظروف الصعبة كل كان في عنا كثير من التحديات عبر سنوات الحرب ولحد هلا هذا ما ودنا نتحدث به. خلينا نحكي عن أهمية العمال، أهمية دورهم. عجلة العمل لم تتوقف بالرغم من سنين الحرب، بالرغم من كورونا. خلينا نحكي عن دورهم المهم لبناء أكيد سوريا ومستقبل سوريا. الطبقة العاملة السورية كما أسلفت منذ بداية عملها ونشاطها على ساحة هذا الوطن كان الجانب الوطني هاجسها. تمام. جاءت الأزمة، هذه الأزمة التي عشناها كان عمالنا متمسكين بمواقع عمل بمؤسسات بالتزام بدوام بتقديم مستلزمات الحياة اليومية لكل مواطن. الطبقة العاملة السورية كانت رديف أساسي للجيش العربي السوري، وهي التي قدمت مستلزمات الحياة اليومية. لولا التزام الطبقة العاملة بهذا الأمر لما كنا موجودين في هذا الوطن. أكيد. لأنه الطبقة العاملة كانت فاعلة في تلك الأحداث. صحيح. رغم التخريب الممنهج وتخريب البنية التحتية للاقتصاد السوري، بقي عمالنا في مواقعهم في جهاتهم العامة مؤسساتهم بدوارهم، وكان عمالنا دائما في المقدمة في كل ما هو مطلوب منهم، ولم تتوقف حركة الإنتاج على ساحة هذا الوطن نهائيا رغم الظروف. في بعض المؤسسات وفي بعض المواقع وفي بعض المدن كانت صعبة، إلا أن عمالنا أبوا إلا الاستمرار بهذا العمل، ومر على عمالنا الكثير من المعاناة، وقدمنا آلاف العمال إن كان في طريق ذهاب أو إياب لمواقع عمل أو في معامل خلال عملية الإنتاجية. أكيد فرحنا جميع أرواح شهدائنا وشهداء العمال. خلينا نحكي عن اتحاد العمال، شو الدور الأساسي اللي بيلعبه يمكن للحفاظ على هي الطبقة، لأنه هي الطبقة يمكن فينا نقول هي ثلث المجتمع وأكثر، يعني هي فينا نقول ثلاث أرباع المجتمع ليستمر مثل ما قلنا العمل في سوريا خلال فترة الأزمة. طبقة العمال هي بتشمل جميع فئات الشعب. خلينا نحكي عن دور الاتحاد بهي الفترة، شو بيقدم للعمال، شو كان عم يحاول يكون موجود لحتى فعلا يكون له دور فعال في المجتمع. بالطبع يعني من خلال الأزمة التي مرت على هذا الوطن وتردي الواقع المعاشي وخصيصا للطبقة العاملة، لأنه يعني نحن أصحاب الدخل المحدود بهاي الظروف هن اللي دفعوا الثمن. صحيح. لأنه الآخرين دخل متحرك مع واقع السوق، إنما الطبقة العاملة هي دخل ثابت، إذن هي التي دفعت الثمن بهذه الظروف نتيجة الواقع المعاشي الصعب. ورغم ذلك عمالنا استمروا بعملهم وما تخلوا عن هذا العمل، لأنه كان الالتزام التزام وطني، وأخذنا على عاتقنا نحن من خلال شعارنا وطن بنيناه بعراقنا نحميه بدمائنا. فهذا الشعار له رمزية وله أهمية بالنسبة لنا كطبقة عاملة ومنظمة نقابية. بدأنا نحن كمنظمة نقابية نشتغل على اتجاه ضمن الإمكانيات المتاحة، لأنه نحن إمكانياتنا كمنظمة نقابية وإمكانياتنا طبعا المادية من خلال الشراكات عمالنا، بدأنا نحن نفكر بأنه شو ما نقدم خدمات لهاي العمال ضمن هاي الظروف. فأهم شيء بالجانب الصحي اشتغلنا على موضوع، اتخذنا قرار وعم نشغل عليه، انه عندنا مؤسسات رعايه صحيه بتقدم خدمات لاخوتنا العمال ضمن الامكانيات المتاحه، على انه نعطي حسم لغايه بين 10 و35% لاي عامل بيجي على هذه المراكز. تمام.
قدمنا إضافي إلى ذلك عدد كبير من المساعدات المادية والمعنوية لعمالنا. عملنا صناديق، هاي الصناديق بتقدم مساعدات للعمال، صناديق مساعدة اجتماعية، صناديق تكافلية. أحدثنا الصندوق التكافل المركزي لذوي الشهداء والجرح، الشهداء والجرحى من الطبقة العاملة، ونقدم لهم دخلا مقبولا ضمن الإمكانيات كما المتاحة، معونة كل شهرين مرة لكل عامل جريح ولكل أسرة شهيد من أبناء الطبقة العاملة. اشتغلنا على موضوع اللي هو الجانب المهم، رعاية أخوتنا العاملات من خلال إحداث مراكز تدريبية لنطلع بمنتج محلي لهذا المراكز التدريبية، بتقدم لأخواتنا العمال مدربين وبترعاهم لدعم اقتصاد الأسرة العاملة، ومنقوم بتأمين القضايا التي تحتاج، ومن خلال هاي القضايا بتم هذا الانتاج على هذه الجهات اللي نحن عم نشتغل عليها. فالموضوع نشغل عليه على ساحة كل محافظة، وهلق بكل محافظة عندنا مركز بيقوم بتدريب أخوتنا العاملات، وكذلك حتى أسر العمال الراغبين، طبعا الراغبين بإقامة مشروع إضافي. نحن كمنظمة نقابية نقوم بتمويلهم بدون أي مقابل، بتمويلهم بالإمكانيات اللازمة لإقامة مشاريع صغيرة لدعم الأسرة العاملة. بالختام كلمة لكل العمال بعيدهم اليوم، شو بتحب توجه لهم؟ طبعا يعني اليوم الاول من الايار يوم غالي علينا كعمال وطبقه عامله، وانا باسمي وباسم رفاقي رئيس واعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لنقابات العمال، بالبدايه اشكركم اولا، اقول لكم كل عام وانتم بخير جميعا، ينعاد عليك، ووجه التحيه لطبقتنا العامله، هذه الطبقه التي تجذرت بهذا الوطن وقدمت الغالي والنفيس في سبيل أن تبقى سوريا معافى، وأن يبقى هذا الوطن كما عهدناه، ونحن أمام استحقاق في هذه الفترة، والطبقة العاملة السورية جاهزة لهذا الاستحقاق بوقته المناسب، ولا خيار لنا إلا أن نقول نعم للسيد الرئيس بهذه الفترة اللي مطلوبة منا، اللي هو تفعيل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. ووجه التحية لكل عامل على ساحة هذا الوطن، ولكل عمال الوطن العربي وعمال العالم الشرفاء، وطبعا الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار من مدنيين وعسكريين، والرحمة لشهداء الطبقة العاملة، والشفاء العاجل لجرحانا. وكل عام وأنتم بخير والوطن بخير وقائد هذا الوطن بألف خير. يعطيك ألف عافية، وكل عام وأنت وجميع عمال سوريا بألف خير. شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيكم، سرينا. شكرا لوجودك معنا، نورت صباحنا لليوم. يا أهلا وسهلا فيكم. أما هلأ سمر بنروح لقصة الجريح.